اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيف اللي انضم لينا في الفقره الثانيه، واحد من نجوم الفريق ومن اللاعبين ان شاء الله الصاعدين الواعدين، احمد عبدين. شرفنا منورنا ابو حميد. الشرف لي ان اكون هنا يا كابتن، ومتشكر يعني ان انا جيت هنا. والف مبروك على بطوله الدوري، بطوله كانت قويه وصعبه، لكن ما شاء الله قدرتوا تحسموها بدري وكمان باداء ممتع. طبعا كانت بطوله صعبه، ومتشكر للعيبه كلها والجهاز الفني كله، كانوا لعيبه رجاله يعني، وعملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله. قول لي بقى يا ابو حميد، من بدايه البطوله قعدتوا مع بعض كلعيبه، اتكلمتوا مع بعض، النادي الاهلي متعود على البطولات، الكلام ده، القعده اللي بتبقى قبل مشوار البطوله دي. ما احنا طبعا كسبنا البطوله السنه اللي فاتت، وكنا نفسنا نكسبها تاني، نبقى اكتر فرقه كسبناها ويعني مرتين، فاللي هو كتير بعيد عن اي فرقه. وطبعا في وسط الدوري كل كنا نقع في ماتش ولا حاجه، كنا نقعد نشجع بعض ونقول الماتش الجاي لازم نبقى احسن ونكسب وكده. قول لي انت بدايتك مع النادي الاهلي، انت انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ انا كنت في وادي دجله الدور الاول كله من السنه اللي فاتت، وفي ماتش الاهلي كان عندنا في وادي دجله، فلعبت ماتش يعني كويس الحمد لله، فكابتن خالد بيبو شافني وعجبني كده، وكابتن سيد غريب هو اللي ضمني للنادي الاهلي. يعني كابتن سيد غريب لما كان ماسك الفرقه السنه اللي فاتت. هو ضمني للنادي الاهلي، ورحت اول ما رحت النادي كان هو ساعد، راح يعني مسك فرقه ثانيه. فجه كابتن اسامه زكي. فلعبت ماتش واحد السنه اللي فاتت، كان ماتش دجله، جبت فيه جون. يعني جبت جون في الفرقه، يعني انت جبت جون في الفرقه بتاعتك السابقه. بس كده. وبعدها جه بقى السنه دي مع كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف، كان اول ماتش العبه ماتش انبي، والحمد لله عملت ماتش عالمي يعني، وبس وكملت بقى الدوري الحمد لله. وبعدها رحت المنتخب. ما لسه هنتكلم دلوقتي عن منتخب مصر، وشفناك كمان في مباراه الاهلي والزمالك، وكانت مباراه حلوه فزتوا فيها، وكان ليك نصيب انك تحرز فيها الهدف الثاني كمان. طبعا الماتش ده كنا بنستعد له من بدري، او ماتش الزمالك ده، عشان الدور الاول كنا خسرانين وكنا عايزين ناخد حقنا، وغير كده الماتش طبعا كان ماتش مهم جدا للدوري. ماتش مهم جدا اللي قربنا للدوري. وطبعا كابتن سامر كان قايل لنا على الماتش ده ومجهز لنا ليه قوي، والحمد لله كسبنا.